تتعدد اللقاءات والمناسبات وتتوالى الوقائع والأحداث، لكن ذاكرة الوطن وتاريخه يبقى محتفظا بلحظات متفردة استثنائية ذات دلالات وحمولات رمزية. والأكيد أننا نعيش اليوم إحدى هذه اللحظات التاريخية، وسيعطي دليلا ساطعا برهانه جليا بيانه على ما يشهده مغرب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، علاوة على صدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وتنصيب جلالة الملك لأعضاء المجلس المذكور يوم 6 أكتوبر 2019، وأدام نشر ألوية العدل على يديه وأفاض النعم من كلتا راحتيه وأقر عينه الشريفة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولي حسن ودرته المصونة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة خديجة وشد أزره بسموه السيد صاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد وحفظ الله جميع أسرته إنه سميع بصير وبالإجادة شديد. وفقكم الله سيدك العام في مهامكم الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صدق الله العظيم، وإسهاما في تقوية هيكلها. يستلزم مني كرئيس للنيابة العامة أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع قاضياتها وقضاتها الألف أن أشكركم واحدا واحدا. التي نعيشها اليوم هي لحظة تاريخية بكل المقاييس. هذا اليوم منتظر من طرف المغاربة من سنوات، وكان مطلبا حقوقيا ومجتمعيا قبل دستور 2011، حيث كان المغاربة يطالبون بسلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. اليوم يتحقق حلم المغاربة، حيث تنهي السلطة القضائية بناء مؤسساتها. فكما تعلمون في 6 أبريل الماضي تفضل جلالة الملك المنصور بالله بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كان الإعلان عن إنشاء سلطة قضائية مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة. وقرر القانون التنظيمي أن يتم تأجيل الجزء الثاني من هياكل السلطة القضائية وهو رئاسة النيابة العامة 6 أشهر لما بعد تنصيب المجلس الأعلى. اليوم يحل هذا اليوم، وبالتالي ستنهي السلطة القضائية بناء مشروعها المجتمعي الدستوري الحداثي بفضل الله وبفضل جلالة الملك الذي دعم مؤسسة النيابة العامة منذ بداية الأمر إلى اليوم. ونعيش اليوم يوما تاريخيا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك الذي تفضل فأضفى رعايته السامية على حفل تسليم السلطة. النيابة العامة هي مؤسسة مغربية للمغاربة، وجودها من أجل حماية الشعب المغربي، حماية المؤسسات المغربية، حماية النظام العام في المغرب، ووقايتهم من الجريمة ومما يمس شعورهم. سنكون نلتقط السمع لكل نبضات المغاربة التي تتعلق بأداء النيابة العامة، وسنحاول أن نستجيب لهم. ولكن يجب أن يعرف المغاربة اليوم أننا بصدد إنشاء هذه المؤسسة، وأن هياكلها لم تنتهي، وأن البناية أيضا لم ينتهي بناؤها. كذلك ليس لنا العدد الكافي من الموظفين، ولأنه تأخر وجود القانون وتأخرت الترتيبات الإدارية. لذلك أطلب منهم شيئا من الصبر ومساعدتنا من أجل أن نؤسس هذه المؤسسة لما يفي بتطلعاتها، ولن يتأخر ذلك.
غير أنني أقول أننا جاهزون من اليوم لاستماع لتظلماتهم لتشكياتهم، وأننا سنعالجها بكل ما لدينا من إمكانيات. أشكركم وأشكر جلالة الملك الذي لولا فضله لما تمكننا اليوم من أن نحتفي في هذا المكان وبهذا الحجم اللائق من تكريم الهيكل القضائي. شكرا.